هنا الصورة، هنا دخول، هنا العلم المغربي يدخل ليعطي عملية تدشين لهذا الملعب، لهذه المعلمة. وهنا التيفو على يميني، هنا التيفو على يميني بالنسبة لجماهير طنجة التي تحتفل وتقول ستحل الأوضاع ونعود إلى الواجهة. و إذا الرسالة واضحة، الجماهير تقول أن الفريق سيعود إن شاء الله إلى سابق عهده وإلى احتفاليته. وهذه أول تيفو للجماهير هنا بفريق طنجة والاتحاد طنجة. قريبا هذا هو عنوان جماهير اتحاد طنجة، قريبا إذا ستحل الأوضاع ونعود إلى الواجهة ونتذكر الأوقات والأيام الرائعة. هذا هو عنوان جماهير اتحاد طنجة بالكامل كما رفعته هنا باحتفالية. مشكورين كذلك الجماهير الطنجوية الرائعة العاشقة المتابعة لناديها والمساندة في ظل هذه الأجواء. لاحظوا هذه الجماهير التي خرجت عناصر أتلتيكو مدريد كي تأخذ لها صور تذكارية باحتفالية رائعة جدا. أمامكم الصورة جميلة جدا، وهذا عنوان من جماهير طنجة أنها ستكون حاضرة في حال استقبال ناديها لمباريات هنا، وهذا ما هو منتظر. وأظن أن هناك طموح، لاحظوا هناك تيفو آخر الآن، هناك تيفو آخر والعرض لم ينتهي بعد. تيفو آخر للجماهير الطنجوية للهيركوليس تحتفل مرة أخرى بتيفو آخر. صورة مرسومة ولوحة أخرى تعطي فرحة لعناصر اتحاد طنجة. لاحظوا هذه الصورة، لاحظوا هذه التضحيات من الجماهير الراغبة والطالبة أو التي تطلب عودة أيام العز لناديها اتحاد طنجة الذي عودنا على بخوض في القسم الوطني الأول رفقة الكبار. نأخذ الصور التذكارية للفريقين، صورة تذكارية لفريق اتحاد طنجة، وأعطيكم تشكيلة الفريقين. فريق اتحاد طنجة يدخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى يوسف العبادي، باقي الأسماء: حسن فلاح التكالي، منير الصباري، المهدي بلطام، ياسين الشابي، أحمد صلاح، رضوان الفوقي، عادل المربط، يوسف الشنقيطي، حمزة العروسي بالليحي، وسمير السرسار. التشكيلة الرسمية بالنسبة لفريق اتحاد طنجة. بالنسبة للتشكيلة الرسمية لفريق أتلتيكو مدريد الفريق الثاني، هناك ياغو في حراسة المرمى، باقي الأسماء، سأحاول ذكر فقط النيك نيم، الأسماء القصيرة. هناك ياغو، باقي الأسماء: سيزار أورتيز، بيتشو أتينزا، ثم تشافي كونتيرو، سيرجيو ماركوس، مينغيز، كولادو، فيتور او هيرموزا. هناك كذلك حضور ساول، ريغالون، غاليغوس، ثم يحضر باتريز. اذا بعد باتريز هناك المدرب انطونيو ريفاس مارتينيز يقود تشكيلة الفريق الثاني لاتحاد طنجة. لأن الكل بصور تذكارية وفرحة وبطاقم تحكيمي من تونس: جوادي نصر الله كحكم أول، يساعد أنور ميلا وسيف السوسي المساعد الثاني، ثم الحكم الرابع أحمد قاسمي والمراقب فريق عبد الله أو فريق عبد الله. هي تشكيلة الحكام. بعد اليوم وباريس سان جيرمان